50 بيبدأ المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نتشرف ونفتخر اليوم بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي، المدير السابق لمركز الدعوة والإرشاد، عضو مجلس الأمناء الجامعة القاسمية في الشارقة. الشيخ عزيز حاصل على دكتوراه في الفقه وأصوله، وهي شهادة عالمية من جامع الملك سعود. له العديد من الكتب والمحاضرات، وكذلك العديد من البرامج التلفزيونية، ومن أشهرها برنامج فتاوى. عالم من علماء أهل السنة والجماعة، طلابه كثر ومحبيه أيضا كثر. والآن يتفضل لنا الشيخ الفضيل بتقديم رسائل رمضانية للعاملين في المجال الطبي. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلاله، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله، الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك مع هذه الكوكبة الطيبة العاملة في المجال الصحي، وإنه لشرف لي أن أكون بينهم مع هذه الليالي الزاكيات، ومع هذه الأجواء الرمضانية والأجواء الروحانية، والتي أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إخواني وأخواتي جميعا من العاملين في هذا الحقل العظيم والذي الناس بأمس الحاجة إليه، نحن في ليال زاكيات وفي أيام مباركات. لا شك بأن هذه الليالي وهذه الأيام تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، وهي فرصة العمر التي قد لا تعوض. ولذلك الله جل وعلا جعل شهر رمضان واسطة عقد الشهور، واستودعه الله عز وجل جملة من الطاعات والعبادات، يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليقين وتتم بها العبادة، وأيضا يرضي العبد بها ربه جل وعلا، ويجد ما عمله في هذا الشهر في ميزان أعماله الصالحة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يمد في عمره وأن يفسح في أجله حتى يدرك مثل هذه المواسم التي هي منحة من الله وهبة من الله وعطية من الله وهدية من الله لنا. يقول طلحة بن عبيد الله: كان اثنان من بلي، من قبيلة بلي، أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجل منهم مات في سبيل الله شهيدا، والآخر مات على فراشه بعد سنة، فرآه طلحة بن عبيد الله في المنام، وإذا بالذي مات على فراشه سبق الآخر في الجنة بدرجات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال: ومما تعجبون؟ أوليس قد أدرك، أوليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أوليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن من أدرك شهر رمضان فله كذا وكذا. يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولذلك مثل هذه المواسم ينبغي لكل عاقل أن يحتبلها وأن يستغلها بالطاعة والعبادة، لأنها موسم قد لا يعود. نحن وإياكم نعرف العام الماضي
أناس من جيراننا، من أصحابنا، من أرحامنا، من أقاربنا، من أناس قد يكونوا من المشاهير نعرفهم ولا يعرفوننا، صاموا معنا العام الماضي أو الذي قبله والسنة هذه بين يدي أرحم الراحمين. ولذلك المسلم ينبغي دائما أن يكون متأهبا متجهزا، خاصة وأنتم في الحقل الطبي ترون ما لا نرى وتشاهدون ما لا نشاهد من الحوادث ومن الأمور، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل يهتبلها الإنسان ويسجل فيها طاعة. ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى أهل الإسلام أنه ليس يعني عندنا طاعة واحدة فقط يمكن الإنسان أن يأتي بها أو في مكان واحد أو في وقت واحد، لا، الطاعات والعبادات كثيرة. ولذلك يعني قول سبحان الله هذه طاعة وعبادة، التفكر في آلاء الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، مساعدة المحتاج حتى في المشاعر، الوقوف مع الآخرين في الآمال والآلام، هذا شيء عظيم عظمه الإسلام جعل له قيمة كبيرة جدا، مشاركة الناس في الأفراح في الأتراح، مشاركة الناس في الآلام والآمال، التخفيف على من ابتلوا ببعض الأحزان والهموم والآلام، هذه نعمة من نعم الله. تدرون يا إخواني أن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكف شرك عن الناس صدق، تريد أن تتصدق على كف شرك عن الناس سواء الشر المعنوي أو الشر المادي الحسي، هذه صدق. أردت أن أبين بأن الإنسان يستطيع أن يعبد الله على أي حال وعلى أي وضع وعلى أي هيئة، حتى وهو صامت يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا التفكر والتدبر، كيف إذا قرأ القرآن وكيف إذا ذكر الله وكيف إذا تصدق بصدقة وكيف إذا قام بفريضة وكيف شيء عظيم جدا. لذلك ديننا دين عظيم، دين ليس كهنوتي وليس دين مقصور على هيئة معينة ووضعية معينة. عندنا مثلا شروط الصلاة والطهارة، الطهارة شرط من شروط الصلاة لكن ليست شرط من شروط قراءة القرآن، ليست شرط من شروط ذكر الله، ليست شرط من شروط والله إذا أردت أن تصدق لازم أتطهر مثلا. لاحظوا كيف هذا هو المعنى الذي جاء به ديننا فيما يتعلق بقضية العبادات والطاعات. الأمر الثاني ما يتعلق بمهنة الطب. مهنة الطب حقيقة لما نأتي إلى يعني شريعة الإسلام نجد بأن شريعة الإسلام جاءت بتحقيق 5 مقاصد من مقاصد الخلق، وهذه قد يعني أجمعت عليها جميع الأمم وتعارف عليها الناس في الأوائل في الأواخر والأول، أجمعوا على أن البشرية أو الناس يحتاجون إلى حفظ 5 أشياء: الأول الدين، الثاني النفس، الثالث العرض، الرابع العقل، الخامس المال. ولاحظوا كيف ترتيب قضية النفس، ولذلك النفس في الشريعة لها قيمة عظيمة، النفس في الشريعة الإسلامية لها قيمة عظيمة، والمحافظة عليها واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولأجل هذا تأتي قضية المحافظة على النفس لتمثل ضرورة من ضروريات الحياة وضروريات البقاء للجنس الإنساني، والمحافظة على النفس تحتاج إلى تطبب، والتطبب يحتاج إلى طبيب، والطبيب يحتاج إلى أن يكون عالما بالطب. ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت، وهذا للأسف يخفى على كثير من إخواننا الأطباء فضلا عن غيرهم، أن الطب أن العمى أن مهنة الطب تدخل ضمن فروض الكفايات. عندنا الفروض على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. ما معنى فرض العين؟ فرض العين المخاطب به المكلف، كل إنسان بعينه يؤدي مثل الصلاة. الآن ما أحد ينوب عن الثاني في الصلاة، ليش؟ لأن مخاطب بها عين الإنسان، عين الإنسان.
لكن فرض الكفاية لا، المخاطب بها الفعل وليس الفاعل، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، بمعنى أن الأمة مطالبة أن تكون أن يكون هناك ثلة ونخبة من شبابها من رجالها أن يمارسوا مهنة الطب حتى يرتفع الإثم عن مجموع الأمة. نص على هذا النووي وشمس الدين ابن القيم والغزالي وجمع من العلماء، نصوا على أن مثل هذه المهن مثل هذه الحرف ترتقي إلى أن تكون من فروض الكفايات. لماذا؟ لأن الناس بأمس الحاجة إليها، الناس بأمس الحاجة إليها، ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة لتشير إلى قضايا الطب. سئل بعض العلماء، سأله رجل من غير المسلمين، قال كتابكم القرآن يعني فيه كل شيء، فيه كل شيء إلا الطب. قال لا، بل فيه الطب. قال أين ذاك؟ قال يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك هذه الآية العظيمة جاءت لتضع أصل من أصول الطب، وهي المسائل الوقائية، المسائل يعني الاحتياطية أو المسائل العلاجية في قضية الإسراف، وهذا متقرر طبعا. فلذلك في نصوص السنة النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأطباء الموجودين في عصره وزمانه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الطب النبوي وصف جملة من الأدوية، الأدوية التي يعني هي من قبيل الوحي كما قال بعض العلماء، مثل قضية الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي، الحبة السمراء شفاء من كل داء إلا السام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في عصره الحارث بن كلدة، وهذا الطبيب مشهور من أطباء العرب الذين يمثل قبل للناس في قضية الطب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم ولله الحمد والمنة. تاريخ الإسلام نماذج رائعة وجميلة في تاريخ الإسلام، الأطباء الذين قد يكونوا أول من قدح زناد شرارة هذا الفن حينما صنفوا المصنفات في الطب ووضعوا أصول الطب حتى في العمليات الجراحية قديم، كيعني الزهراوي و الكحال وجمع من الأطباء المشهورين في تاريخ الإسلام. والمعنى بأن شريعة الإسلام لم تهمل جانب الطب، بل أعطته قيمة عظيمة، أعطته مرتبة عالية. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه يعني كان طبيب لكن غلب عليه الفقه، كان طبيب، حتى أن الفقهاء كانوا يجعلون من العي والنقص عند الفقيه لا يكون عنده شيء من الطب، وتجد بعض الفقهاء الذين صنفوا يعني يدفعون دفعا إلى أن يضمنوا كتب الفقه شيء من الطب. والشافعي رحمة الله عليه له كلمة عجيبة يقول: صنفان لا غنى للناس عنهما. ذكر قال صنفان لا غنى للناس عنهما، وذكر العالم والطبيب. قال العلماء للأديان، لأديان الناس، والأطباء لأبدان الناس، والأطباء لأبدان الناس. في المقابل أيضا ينبهون إلى خطورة المفتي الجاهل والطبيب المتطفل على مائدة الأطباء، ويقول بعض العلماء أكثر ما يفسد الناس اثنان: مفتي أو عالم وطبيب، عالم جاهل ومفتي جاهل. أما الأول فيفسد الأديان، وأما الثاني فيفسد الأبدان. في إشارة إلى أن مسألة الطب أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي أيضا كلام العلماء، ولذلك الناس بأمس الحاجة، حتى أجمع العلماء والعقلاء والحكماء على أن مهنة الطب من أشرف المهن ومن أفضلها. ولذلك يعني يصدق هذا الواقع، نحن في زمن كورونا الآن يعني أعناق الناس اشرأبت إلى الأطباء، دائما ينظرون إلى الأطباء، ماذا يقول الأطباء، ما هو اللقاح الذي سيصدر، ما هو الدواء الذي سيخرج، ما هو كذا وكذا. فلذلك برزت قيمة الأطباء بشكل كبير في زمن كورونا، وإن كانت قيمتهم إلا الحمد من الأصل هي قيمة شريفة ومهنة عظيمة، لكن برزت بشكل، وهذا الذي يؤكد ما ذكره الشافعي رحمة الله عليه من أن هناك صنفان من الناس لا يستغني الناس عنهما: العلماء والأطباء. أما العلماء فلدين الناس، وأما الأطباء فلدنيا
الناس. كذلك نجد يعني كتب كثيرة جدا صنفت في هذا الباب، باب قضية يعني الطب والتطبب، يعني ما يخلو كتاب من كتب الفقه إلا ويشير إلى هذا. وهناك كتب تخصصية أيضا فيما يتعلق بمسألة أحكام الطبيب، صفات الطبيب، شيء من هذا القبيل. وهناك رسائل أكاديمية بالعشرات، بل لو قلت بالمئات لا أبالغ، صدرت رسائل أكاديمية ماجستير ودكتوراه فيما يتعلق بأحكام أحكام الطب والتطبب وأحكام الأطباء وشيء من هذا وشيء من هذا القبيل. ولذلك المكتبة الإسلامية ثرة وثرية ومليئة بهذه الكتب التي في واقع الأمر تشير إلى مسألة مهنة الطب. الأمر الثاني ما يتعلق بالطب في واقع الأمر، هذه المهنة الشريفة لها أخلاقيات، لها أخلاقيات، أخلاقيات هي من صفات الطبيب، أخلاقيات بعموم مسألة المهنة، أخلاقيات فيما يتعلق بقضية التعامل مع المرضى وشيء من هذا القبيل. ولذلك ما دام أن المقام مقام حديث مع هذه النخبة الطيبة، لعلي أتجول معكم في مثل هذا الميدان الرحب من الأخلاقيات، لنكتشف أولا أن شريعة الإسلام ولله الحمد شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، وأن شريعة الإسلام ولله الحمد لا تغفل ولا تهمل أي شيء من الأمور التي هي قد تكون من نواحي الدنيا، لكنها تربطها بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أولا مهنة الطب كما ذكرت مهنة عظيمة، فواجب على كل من دخل هذه المهنة أن يستحضر النية وأن يصلح الطوية وأن يعلم في أنه عبادة وفي طاعة. إذا كان الذي يذهب إلى السوق ليحترف وليعتمل وليكتسب في سبيل الله، كيف بهذا الطبيب الذي فوائده يعني قد يعني تتوزع على مساحات كثيرة بالنسبة لمجتمع الناس؟ يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، فمر أحد شباب الأنصار مسرعا إلى السوق، فغمزه بعض الصحابة قال لو كان هذا في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا المشهد يمر هكذا، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم إن كان يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أهله يعني زوجاته فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء وفخرا فهو في سبيل الشيطان. الله أكبر. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويصدر من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة في سبيل الله، يشير إلى ماذا؟ إلى أن العمل عبادة وطاعة لله عز وجل، حتى لو كان يكتسب الإنسان من ورائه المال. هذا ذهب إلى السوق ليكتسب المال، ما دام أنه يغني نفسه ويغني زوجته وأولاده ووالديه ومن يعول فهو في سبيل الله. والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ومفردة العمل في هذه الآية ما ينبغي قصرها فقط على العبادات المعروفة والمعلومة كالصلاة والزكاة وغيرها، بل إن مفهومها أوسع عند أهل العلم من أهل التحقيق من علماء التفسير. وقل اعملوا العمل، ما من عمل إلا والإنسان يجني من ورائه الجزاء الأوفى والحسنات العظيمة التي سيجدها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا وصيتي لكل طبيب وطبيبة ولكل ممرض وممرضة ولكل من يعمل في المجال الصحي أن يستحضر النية دائما. ولذلك النية قد تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل. كم من نية بلغت بالإنسان وجعلته يزاحم النجوم في عليائها، ها؟ أكثر من العمل، لأن العمل يحتاج إلى نية، فإذا خلى العمل من النية لا يجر عليه الإنسان. وقد يكون هناك نية من دون عمل، أو قد يكون هناك نية لعمل لكن عجز عنه الإنسان، فيكتب الله عز وجل له الأجر والثواب. ولذلك ربنا جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات.
فهذه التفاتة مهمة جدا بالنسبة للعاملين في الحقل الطبي أن يستحضروا دائما النية. يقول بعض السلف يعني ما عملت عمل إلا واستحضرت النية، يعني أي عمل أقوم فيه أستحضر النية، الأكل والشرب والقيام والقعود يستحضرون النية، ولذلك يؤجرون. حتى قال بعض العلماء عادات العلماء عبادات، لاحظ يقول عادات العلماء عبادات. لماذا؟ لأنهم يفهمون معنى النية، ولذلك في الأمور العادية استحضر النية لله عز وجل. المسألة الأخرى فيما يتعلق بهذه الأخلاقيات العظيمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ما يتعلق بقضية إتقان التخصص وتطوير الذات مع هذا التخصص، وهذا طبعا لا يكون في قضية الطب فقط بل في كل عمل يقوم به المسلم يجب عليه أن يكون متقن لعمله وأن يطور من ذاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. أخذت التقانات من هذه اللفظة، يعني يتقنه يعني التقانة هي درجة تخصصية، يعني ممكن الإنسان يعمل لكن أن يتخصص يكون قد أتقن العمل، قد أتقن العمل. فالشريعة لا تكتفي فقط بالعامل سواء كان طالب علم، شيخ، مفتي، قاضي، أو طبيب، أو محامي، أو مهندس هكذا فقط، لا، تحتاج تطلب منه أن يطور من ذاته وأن يتقن عمله. وهذا طبعا أعتقد أنا يمكن على اطلاع لوجود يعني أقارب لي في المجال الطبي وفي أيضا إدارة المستشفيات أن هناك إلزامية بالنسبة للطبيب في قضية التطوير من ذاته يعني الدورات والأشياء من هذا القبيل، وهذه يستحضرها الإنسان فيربطها في جانب الشريعة. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية التعاون الإيجابي مع فريق العمل، بمعنى أن يخلق الإنسان جو من العمل، جو من النشاط يسهم في تقدم العمل وفي يعني إتقان مسألة العمل أو المهنة هذه. ولذلك من المهم جدا أن الفريق الواحد الذي يعمل إذا لم يكن هناك تعاون إيجابي فإن في الواقع سيكون العمل مشلول أو أعرج، ولا يمكن أبدا أن يكون العمل فعلا يؤدي دورة على التمام والكمال. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الطبيب أو العامل في الحقل الصحي عموما أن يكون له أيضا استجابة، وأن يكون له تعاون، وأن يكون يعني عضو فاعل مع هذا الفريق لإنجاز المهمة العظيمة التي هو مستظل بظلالها ويعمل من خلالها. ولذلك للأسف الشديد توجد بعض الصفات في دائما في محيط العمل سواء الطبي أو غير الطبي، للأسف الشديد هذه الصفات تفسد هذا العمل كما يفسد الخل العسل، وربما يعني نسفت جهود كثيرة. قضية مثلا نقل الكلام، الغيبة، التنافس غير الشريف، الشريعة تدعو إلى التنافس الشريف لكن من دون حسد، من دون حقد، من دون كيد، من دون مؤامرات، وبالعكس بل الشريعة تدعو في ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن أن يكون تنافس قائم على الكيد والمكر وقائم على قرض الأعراض والكلام في الناس والولوغ في أعراضهم هذا ترفضه الشريعة. وهذه الصفات متى ما أن وجدت أفسدت العمل، أفسدت البيئة، أفسدت المجتمع. ما يمكن أبدا أن يكون هناك عمل ناجح في ظل وجود مثل هذه السلوكيات. ولذلك الإنسان يرضى بما قسم الله وقدر، يعني بعض الناس تجده للأسف الشديد يضعف ولا يسيطر على نفسه إذا ذهب بعض حقه، يقول والله أنا لي حق في الترقية، لي حق في الزيادة، لي حق في كذا، فيذهب ويعني يكون سلبي في عمله، وهذا لا يليق بالمسلم الذي يراقب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون هناك أثرة. ما معنى الأثرة؟ استئثار بالأموال، بالمناصب، بكذا، وأمور تنكرونها. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ استنصحوا النبي عليه الصلاة والسلام
قالوا فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم، بمعنى أن الإنسان لا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، أو يكون إنسان مهتز بحيث أنه والله لموقف معين أو لشيء هو صحيح شديد على النفس. أنا لا أزعم أني مثالي، يؤلم النفس إنسان يشوف حقه يروح وكذا، لكن أنا أتكلم على قضية أن هذا ما يؤثر على عمله، ولا يجوز له أن يخل بالعمل، يقول ما دام قصروا معي أنا بعمل كذا وكذا، هذا مرفوض شرعا ومرفوض مروءة ومرفوض واقعا. هذا من الأمور المهمة. مسألة أخرى أيضا مسألة الصبر. الصبر إخواني خواتي يعني من العبادات الجليلة، من أعظم مقامات العبودية مسألة الصبر. لاحظ الأنبياء كلهم اتصفوا بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله عز وجل ماذا يقول؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. يعني مثل ما يقولون شيك مفتوح، شيك مفتوح بالنسبة للصابر، يعني من حيث الأجر ما في، يعني مثلا الحسنة بعشر أمثالها، صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. الصبر لا حدود له، الصبر لا حدود له. الصبر طبعا يمكن والله أعلم أن أكثر واحد يمكن أن يخاطب بالصبر هو الطبيب. لماذا؟ لأن الطبيب يستقبل جمهور المرضى وهم في حالة مزرية، يأتون في حالة فيها استفزاز، يعني بسبب الأوجاع والآلام، بسبب الخوف، بسبب كذا، فيحتاج المريض أن يقابله الطبيب بالصبر. الصبر مر، ولذلك ما سمي الصبر إلا لمرارته، بمعنى أنك تأتي على نفسك مثل ما يقولون. الصبر ليس أمر سهل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره، يعني يكتسب الصبر. فالمقصود بارك الله فيكم بأن الصبر هنا مكان، يعني يمكن بعضنا يزعم الصبر أنا والله أصبر وكذا، لكن يمتحن فيرسو في الامتحان لما يجيه مريض ربما يغلط المريض عليه أو شيء، هنا يأتي الصبر، هنا يأتي الصبر. الصبر أيضا على الواقع اللي يعيشه الطبيب. أنا أعرف وسمعت كثير من الأطباء يعني دخلهم حزن وألم شديد بسبب فقدان كثير من زملائهم في فيروس كورونا، وذهب أعزة لهم وعاشوا مرحلة صعبة جدا. لكن المؤمن يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني. المؤمن دائما يقف على قمة الحقيقة، ويعلم بأن الدنيا أيضا هذه ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة دائمة، هذه ليست بمحل إقامة دائم، هذه دار نجعة، محل نقلة، الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أني لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. ما يمكن أن الإنسان المؤمن أنه يعني ينهار أمام فقدان قريب أو عزيز، لأن الدنيا هذه أصلا كلنا نحن في واقع الأمر أشبه بصالة انتظار، جالسين ننتظر فقط متى ينادى علينا. فما العجب ولما الحزن ولماذا هذا الانهيار ولماذا هذا الـ يعني الضعف أمام قضية هي من الحق؟ الموت حق، ولذلك الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، والصبر قيمته عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابة قال من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في، فإن من أعظم المصائب، في أعظم من وفاء مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اللي جعلت بعض الصحابة يهذي، عمر يقول ما مات وإنما هي غيبة كغيبة موسى وسيعود ويقطع أيدي ورجال أناس منافقين، صدمة عظيمة. ومع ذلك لما جاء العملاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهدوئه وبسكونه وبحلمه وصبره قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فسقط عمر على ركبتيه، ولما تلا عليه الآية إنك ميت وإنهم ميتون قال والله ما كأنها مرت علي. الله أكبر. ولذلك يقول الأول اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي
وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصبر، الصبر. بعض الناس يقول والله أنا ما تعودت على الصبر. تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وما في أجمل من الصبر، لأن عواقبه حميدة. وما تصرف أحد أثناء غضبه إلا نسأل الله العافية والسلامة ندم. أما من جعل الصبر مطية فإنه بإذن الله فائز على الدوام، فائز، والله عز وجل يرفعه، يرفعه. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أمر آخر من أخلاقيات هذه المهنة الشريفة العظيمة كتم الأسرار. تعلمون إخواني وأخواتي، وطبعا أنتم أكيد يعني هناك قسم أخذ عليكم العهد والميثاق، لكن هذا من باب التذكير على أن هذا العهد وهذا الميثاق وهذا القسم وما يسمى بشرف المهنة هذا في الشريعة والدين. يعني ليست المسألة مسألة والله قانونية فقط، بل هي شرعية قبل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عنوان عريض فيما يتعلق بالستر، عنوان عريض في قضايا متنوعة جاءت من أوجه متعددة. هلا سترته بثوبك؟ المريض لما يأتي إلى الطبيب طبعا على حسب التخصص يعني سيكشف له أسراره وسينشر له أخباره وكذا، فهنا يأتي دور الستر. دور أكثر إنسان أو أكثر أجناس يعني ربما يذكرون بهذا القاضي، الطبيب، رجل الأمن، هؤلاء حقيقة يجب أن يكون الصبر، أن يكون الستر لهم عنوان، الستر عنوان، لأنهم يطلعون على أخبار الناس وأسرار الناس. وربما المريض على وجه التحديد يكشف لأوراقه كاملة للطبيب، فيكون بين يديه مثل الصفحة البيضاء. هنا يأتي الستر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر، ستره الله في الدنيا والآخر. ولذلك يحرم ولا يجوز للطبيب لا تصريحا ولا تلميحا ولا تلويحا أن يشير إلى سر من أسرار المريض، إلا إذا كان في قضية جنائية، في قضية تتعلق بأمن البلد، هذه مسألة أخرى. لكن أن يقول والله كذا وكذا، هذا مما يمثل أعظم ركائز أخلاقيات المهنة فيما يتعلق بمسألة يعني الطبيب. مسألة أخرى فيما يتعلق بالعدل، الطبيب مثل القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصوم، يسوي بين المرضى كما يسوي القاضي بين الخصوم. الآن يقولون في كتب الفقه القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصوم حتى في النظرة، فإذا تكلم المدعي نظر إليه، وإذا تكلم المدعى عليه نظر إليه، ما يجوز يلتفت إلى شخص واحد فقط. ولذلك الطبيب ينبغي أن يعدل بين مرضاه، وأن لا يميز مريض على آخر على أي اعتبار من الاعتبارات. لماذا؟ لأنهم سواسية، وجميع الناس يتساوون من حيث العصمة في الأنفس، يتساوون لهم الحق الكامل في هذا، لهم الحق، إلا إذا كانت هناك حالات طارئة، حالات استثنائية، حالات مستعجلة، هذه مسألة أخرى لا أتحدث عنها. أنا أتحدث عن قضية يعني مسألة المرضى، علاج المرضى، إعطاء الفرصة في حسب الترتيب، عدم الإطالة مع المريض الاعتبارات مثلا يعني حبية، أخوية، جيرة، صداقة، زمالة، على حساب المرضى الآخرين مثلا. ولذلك من المهم جدا العدل مع المرضى. في قضية أخرى تأتي ضمن العدل، وهي في الحقيقة مسألة غاية في الأهمية انتشرت في هذه الأوقات فيما يتعلق بقضية صرف الأدوية، صرف الأدوية للمريض، أو مثلا مسألة طلب التحاليل أو الأشعة. أنا طبعا أعرف أطباء كثر يتعاونوا يعني يتواصلون معي، يشتكون لي أحيانا من الفضلاء الأخيار. للأسف انتشرت الظاهرة، سبق أني نبهت عليها، فيما يتعلق بقضية عدم في قضية طلب تحاليل، طلب أشعة، والحالة لا تستدعي ذلك، الحالة لا تستدعي ذلك. هذا حقيقة يعني خارج عن قواعد العدل اللي أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز، وحذر جل وعلا من الظلم، وحذر من الانحراف عن مثل هذا الأمر. ولذلك للأسف بعض الأطباء قد لا ينتبه ولا يقصد، وقد يقصد في قضية مثلا والله
طلب أشعة مثلا والمريض لا يحتاج مثلا أدوية زيادة، حتى طبعا بلغني وإن شاء الله ما تكون مثل هذه الأخبار صحيحة، أن والله بعض المختبرات أو بعض الصيدليات يكون هناك اتفاق بينها وبين الطبيب على أن هناك نسبة، كلما حولت لي مريض فلك نسبة معينة، فقد يوجد بعض الأطباء ربما يغريه مثل هذا الأمر ويصرف أدوية أو يطلب أدوية لا حاجة للمريض فيها، وقد يكون هذا المريض معدم، قد يكون فقير وقد يكون غني، لكن بأي حق؟ بأي حق؟ والله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لذلك هذه المسألة حقيقة، إذا كان طبعا المسلم دائما أخلاقه ليست أخلاق موسمية ولا آنية ولا أخلاق مثلا انتقائية، لا، الأخلاق الإسلامية مع المسلم مثل الدم في الشريان في العروق، يعني مثل ما يتنفس الهواء يتنفس الأخلاق، في الخلوة في الجلوة في السر في العلانية في السفر في الحضر في الغيبة في الشهود، أخلاق المسلم واحدة، يعني ليست قضية والله ما دمت أنا بين الناس أراقب الناس وإذا غبت كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث يعني تكلم فيه العلماء في مجاهدتنا، لكن قال لما تكلم عن هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أن الله عز وجل قال لأبعثن عليهم فتنة تدعو الحليم فيهم وحيرات، والحديث من حيث الإسناد متكلم فيه، لكن المقصود بأن هؤلاء إذا أتيحت له الفرصة ولغ في هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل، وهذا في الواقع لا يليق بأخلاقيات الطبيب الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر ويعلم بأن الله عز وجل سيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، من أهم ما ينبغي العناية به هو العدل، تعدل بين مرضاك، أن تعدل لما تأتي تكتب الوصفة الطبية لابد أن تعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، ويعلم سرك ونجواك، وتصدق مع الله عز وجل وتصدق مع الناس. والحمد لله الخير كثير في الأطباء، لكن أحيانا قد يخفى على بعض الناس مثل هذه القضية، قضية أنك تتفق مع صيدلية على أن لك نسبة معينة كلما حولت، بأي حق؟ بأي حق الإنسان وقد رزقه الله بوظيفة ومهنة وراتب طيب وكذا، فيتنبه الإنسان في لهذا الأمر. مسألة أخرى، قضية احتساب الأجر، والله يا أخواني يا أخواتي، يعني بإمكانكم أن تحصدوا الملايين من الحسنات في وقت الدوام، وقت الدوام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فقال السلام عليكم، فقال وعليكم، رد عليه فقال 10، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه وقال 20، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30، يعني 30 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. كلما دخلت على مريض مثلا منوم مثلا سلمت عليه، لك الأجر والثواب، كلما مرت بإنسان كل بمعنى السلام، السلام المسلم يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف. الأمر الآخر، لما تأتي إلى زيارة المرضى في الغرف المنومين فيها، احتسب أجر العيادة، عيادة المريض، عيادة المريض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ 6، وذكر منها عيادة المريض. والمريض حينما تعوده تحضرك الملائكة ويكتب لك من الأجر الذي شيء عجيب جدا، وما تزال في خرفة من الجنة ما دمت في هذا الأمر، بمعنى أن الإنسان يستحضر هذه الأشياء. أمر آخر، إدخال السرور على المريض، يعني شريعتنا شريعة تفاؤل، شريعة بشارة، ليست شريعة كآبة وحزن وشريعة والله يعني هم وغم، لا لا لا، شريعة ترفض الحزن الدائم، حتى الحزن الشريعة تجعله في إطاره، وأن لا يكون الحزن مستدام. ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إذا زار المرضى؟ كان إذا زار مريض يقول طهور لا بأس إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، الله أكبر،
شوف كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدخل السرور على المرضى، لا بأس، طهور إن شاء الله. هذه كلمة ينبغي أن يدمن عليها الطبيب والطبيبة، بحيث يدمن لسانه على قول طهور إن شاء، طهور لا بأس إن شاء، لا بأس طهور إن شاء الله. بعث الأمل في نفس المريض، بمعنى أن إن شاء الله الأمور طيبة، الأمور طيبة، هذا يجعل المريض حقيقة يعني. حتى أنتم، أنا لا أريد أن أخذ دور الأطباء في قضية يعني إفراز بعض الغدد يعني فيما يتعلق بالسعادة، فيما يتعلق بمسألة الاستعداد لتلقي العلاج، التهيؤ، بمعنى المحل يكون متهيئ لأن يتعاطى مع هذه الأدوية، مع العلاج، يعيش المريض حالة من الارتياح تساعده في واقع الأمر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من مسألة المرض. طبعا هذا لا يعني أن المريض، أن الطبيب لا يكون يعني صريح مع المريض، في بعض المرضى يحتاجون إلى الصراحة، لكن الصراحة القائمة على البلاغ التدريجي حتى لا يصدم. يعني بعض الحالات الطبيب يرى بأن هذه الحالة حالة ميؤوس منها، وهذا المريض لابد أن يخبر، لأن هناك قد يكون عنده ديون، عليه قروض، عنده وصايا، عنده أمانات، عنده كذا، يهيأ يستعد، لأنه قد يكون وفاته قريبة مثلا بسبب هذا المرض، والأمور كلها بيد الله، لكن يستعد. فلكن يأتي له يهيئه بحيث أنه يدخل يعني يوصل إليه الخبر ليس بطريق الصدمة، وإنما بالتدرج، وهذه مسؤولية أيضا، مسؤولية أيضا الطبيب. مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية الرحمة، الرحمة بهؤلاء المرضى. الرحمة طبعا جاءت نصوص القرآن والسنة في الدعوة إلى الرحمة، الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته أنه بكى لما دعته إحدى بناته ليشهد احتضار طفل لها، فقال له سعد: يا رسول ما هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأبهة، أبهة النبوة وعظمة الرسالة وعلو المنزلة، تدمع عينه لما وقف وأخذ هذا الطفل بيده، كأن روحه تقعقع مثل الشن اليابس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. أنا أعلم أحيانا سبحان الله طبيعة المهنة والحرفة قد تجلب الإنسان يعني يصبح يستمرئ بعض المشاهد، بعض المناظر ربما يقسو القلب، لكن يحاول المسلم يعالج نفسه. يعني أصحاب يعني مثلا هذول يغسلون الأموات، مع مرور الوقت يصبح عندهم نوع قسوة، هذول اللي يدفنون، هذول اللي مثل رجال المرور اللي يشهدون مثلا حوادث السير وفيها صور بشعة ومناظر مفزعة، لكن مع الوقت يصير شيء عادي، ممكن يجيب القطعة هذه ويجيب القطعة هذه. الطبيب كذلك، لكن لابد الطبيب يتذكر دائما الرحمة، وأن هذه من صفات المؤمن على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، الرحمة بهذا المريض، الرحمة بهذه المريضة، الرحمة بالحالة عموما الموجودة. مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية فقه الطبيب، وسامحوني في هذه المسألة، يعني قضية كون الطبيب محترف لهذه الوظيفة، هذه المهنة الشريفة الطيبة، هذا لا يعفيه من قضية أنه يعرف بعض الأحكام الشرعية، لأن المسألة أحيانا مسائل غاية في الخطورة. يعني مسألة مثلا عندنا مسائل عديدة، من المهم جدا للطبيب أن يكون لديه حصيلة معرفية جيدة في مسألة كيف يتعامل مع نفسه ومع الآخرين في قضايا كثيرة. يعني مثلا مسألة الإجهاض، هذه مسألة خطيرة من أخطر المسائل. يعني بعض الأطباء، طبعا أنا أعيش مع الناس وأعرف الناس، أنا أتلقي يوميا مئات الأسئلة، فيقول لي: والله قالوا لي لا، هذا لازم تجهض. طيب كيف تجهض؟ الإجهاض تجتمع لها المجامع الفقهية في دول العالم الإسلامي كله لتخرج بنتيجة والله معينة، يحددون مثلا متى يحق للمرأة الإجهاض، الحالة،
بعض العلماء يرى بأن الإجهاض محرم عموما، لأن الإجهاض حتى لو كان يعني يؤثر على الأم ويهدد حياة الأم، قالوا لا. أنا أذكر أقوال بالمناسبة، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يكون قتل نفس لإبقاء نفس، والشريعة ترفض هذا. في المقابل قالوا لا، إذا كانت إذا كان الجنين يهدد حياة الأم، لا، الأصل بقاء الأم لأن هي الأصل. وهكذا فمثل هذه المسألة موجود، يعني ما يكلفك شيء. ممكن الآن الحمد لله عن طريق الإنترنت، عن مواقع، تشوف مثلا قرارات المجامع الفقهية. قرارات المجامع الفقهية هذه مسألة من أخطر المسائل. الموت السريري، الموت الدماغي، ويسموه الفقهاء الحياة الصدرية النباتية، هذه مسألة غاية في الأهمية. يعني قضية والله كل من مثلا مات موتا سريريا خلاص ترفع عنه الأجهزة، هذا غير صحيح. أنا كنت سنة من السنوات في أمريكا، وسبحان الله جاءني سؤال من شخص من الجزائر، وكان أخوه بطل في الملاكمة، وصار الكلام هذا عام 97 أو 96، وصار موضوع الضربة فمات دماغيا سبحان الله، وقالوا بأنه يعني يستأذنون في رفع الأجهزة. طبعا أنا أفتيته بعدم الجواز، فتبين لي بعد البحث هناك ولايات في أمريكا تحرم رفع الأجهزة عن هذا حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بنفسه، بمعنى أن الشريعة جاءت فشددت على مسألة النفس، وأن النفس معصومة، أنه لا يجوز حتى لو كان 1% إمكانية العيش، لا يجوز لإهدار هذه النفس. وتعرفون وتعلمون أكثر مني في قضية أناس بقي 12 سنة على السرير وكتب الله له حياة. قريبا قرأت أظن سنتين أو ثلاثة، شخص عاش واستيقظ وكان يخبر يقول والله أني أسمعهم أنا يقولون يعني تتبرعون بأعضاء أو شيء، لكن ما عندي حركة، وكتب الله للحياة. هذه مسألة مهمة. المرضى يحتاجونكم يا إخواني، كثير من المرضى والله يسألون أسئلة تقطع نياط القلوب، يقول شهرين وثلاثة ما صلى. ليش؟ لأنه ما يعرف، يعتقد بأن خروج النجاسة منه هذه تمنعه من الصلاة، هذا غير صحيح. يعتقد بأن ما دام السرير إلى غير جهة القبلة ما يصلي، وهذا غير صحيح. فالطبيب إذا كان عنده مثل هذا اللون من الفقه، خاصة أن مسألة لا ليست قضية والله تعمق واجتهاد، لا هي مسألة فقط يعني مسائل مبحوثة ومعروفة، فلا بد أن يكون للطبيب عناية بهذا. مسائل مثلا العمليات التجميلية، المسألة سهلة في عمليات التجميل، يعني أي مريض أراد أن يعيد عضو تشوه أو مثلا تغير يجوز، لكن أن يأتي شخص فيغير خلق الله مثلا، هنا الذي لا يجوز. يعني ضابطها سهل جدا، فيستطيع الطبيب اللي يمارس عملية التجميل مثلا أن يفهم هذه القضية، أن يكون لديه فهم لهذه القضية. مسائل كشف العورات، الأصل أن المريض لا يكشف العورة إلا بالحدود الطبيعية، مثل ما جاء الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها أيضا، الضرورة أيضا تقدر بقدرها، وخاصة إذا كان يعني المريض من جنس مثلا من الإناث والطبيب ذكر أو العكس مثلا. هذه مسائل مهمة، يعني يجوز للطبيب إذا احتاج المريض الكشف عليه أن يكشف على العورة إذا كان المرض في العورة بالحدود والنطاق الضيق. هذه مسألة شرعية أيضا، والعلماء ما تركوا هذه المسألة، وإنما هي مبحوثة وموجودة ولله الحمد والمنة. مسائل كثيرة حقيقة، يعني تتولد مسائل كثيرة في عالم الطب نحتاج إليها جميعا. الأمر الذي أريد أن أختم به أن الطب حقيقة مثل ما ذكرت في عودا على بدء، في أن يعني مهنة شريفة ووظيفة لها قيمة عظيمة في الشريعة والإسلام وأيضا في المجتمع ولله الحمد، والعقلاء مجمعون على ذلك. ففرصة للطبيب أن يجعل من هذه المهنة سبب ليتبوأ في الجنة منازل عالية بإذن الله جل وعلا، وذلك بإخلاص النية وصلاح الطوية، احتساب الأجر، الصبر، الحلم، التعاون على البر والتقوى، فهم العمل والتخصص، تطوير ذاته فيه،
يحرص قدر المستطاع أن يكون نفعه عام، نفعه عام، يعني لا يكون مقصور بمعنى ابتكار يبتكر. الآن هؤلاء الذين يبتكرون مثلا يعني اللقاحات لهذا الفيروس وهذا الداء، نسأل الله أن يرفع البلاء عن الجميع، كم لهم من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الطبيب يعني يكون له يعني دور في هذا الأمر. حقيقة الحديث معكم ذو شجون، الجعبة ملأة، لكن نعرف أننا في ليالي رمضان خاصة العشر الأخير من رمضان، لعلي في هذه التطوافة العجلة مع هذه الليالي الزاكيات والطيبات أكون قد يعني لملمت شيء من الموضوع، وقد طلب مني الفضلاء يعني فتح المجال وفسح الوقت لمن أراد أن يتداخل أو لديه سؤال أو استفسار، فلا مانع من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأنتظر أسئلتكم طبعا مع شكري وتقديري للكوكبة الطيبة اللي أسهمت إسهام كبير في أن أتشرف حقيقة باللقاء بهذه الوجوه الطيبة، وأخص بالذكر الدكتورة ميرا الزعابي وأيضا الدكتور أحمد الزرعوني والدكتور أحمد الآخر أيضا، الجميع أشكرهم شكرا كثيرا، وأسأل الله تعالى أن يكتب ذلك في موازين أعمالهم الصالح. والشكر لكم أيضا على الحضور والإنصات والاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أشكرك شيخنا على الكلام الطيب، جزاك الله خير. أنتظر بعض الأسئلة بس. شيخنا في سؤال، نعم، هو ممكن توضيح أن بعض المرات تفوتنا صلاة الجماعة وحتى نؤخرها حتى صلاة وقت صلاة أخرى بسبب زحمة العمل، فما الحكم الشرعي فيه؟ والله شوف، هي الأصل طبعا صلاة الجماعة يجب على الإنسان أولا أن يحافظ على الوقت، على الوقت، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يحافظ الرجل على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، فإن لم يتيسر له فلا أقل من أن يصلي في الوقت، يعني ما استطاع يذهب إلى صلاة الجماعة، لا أقل أن يصلي في الوقت، وممكن يتفق مع زميل له أو مع ممرض أو الطب مثلا، طبعا الطبيبة غير واجبة عليها صلاة الجماعة، يتفق اثنين يصلون الصلاة في وقتها في حدود الوقت، يعني عندك الظهر الآن وقت متسع إلى صلاة إلى أذان العصر، هذا كل وقت لصلاة الظهر مثلا، العصر إلى اصفرار الشمس وهكذا. قضية الجمع بين الصلاتين هذه حالاتها استثنائية، الطبيب عند عملية جراحية ويعلم بأنه إذا دخل العملية مثلا أفترض بعد الظهر ممكن ما يخرج إلا بعد المغرب أو قريب من المغرب، ممكن يقدم العصر مع الظهر ويصليها أربع ركعات أربع ركعات، عملية في الليل يعتقد بأنه يخشى أن تطول العملية، لأن أعرف أنا وأسمع بعض العمليات طويلة جدا، ممكن أن يجمع هذه للحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر، يعني قال أراد أن لا يحرج أمته. فأحيانا الطبيب يحتاج إلى الجمع في مثل هذه الظروف الاستثنائية الخاصة. سؤال ثاني شيخنا، هل هناك كتاب عن فقه الطبيب وتعاملاته؟ جامع؟ كتاب إيه؟ عن فقه الطبيب؟ والله أنا ما يحضرني الآن، لكن الكتب كثيرة عموما، يعني أذكر في كتاب جمع فيه فتاوى الأطباء أو فتاوى الأطباء أظن هكذا، الرسائل الأكاديمية كثيرة جدا، كتب الفتاوى عموما مبثوثة، ما يتعلق بأحكام الطبيب موجودة مبثوثة، لكن ما يحضرني يعني جمع اسمه جامع لمثلا مسائل الأطباء ما يحضرني الآن. سؤال ثاني، هل إذا احتسب الأجر الطبيب عمله لله هو يأخذ راتب شهري، هل يؤجره الله على عمله بالرغم من أنه يعمل بأجر نقدي؟ نعم، ذكرت هذا أنا قبل قليل، القاضي في المحكمة يؤجر، المفتي يؤجر، إمام المسجد يؤجر، المؤذن، الطبيب، أي إنسان يستحضر النية، الطبيب أجر عظيم، لأن الطبيب ليس فقط قضية أنه يجلس في مكتب ولا كذا، الطبيب يعني منافع متعدية،
الطبيب يسهم إسهام كبير في إنقاذ أنفس معصومة في حالات معينة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الطبيب يفرج كروبات، الطبيب يزيح هموم عن بعض الناس بأخلاقه، بطريقته، بأسلوبه، ويستحضر النية بذلك، يؤجر أجر عظيم بإذن الله. أنا ذكرت الحديث هذا الرجل الذي ذهب إلى السوق، كيف جعله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيله، كيف بالطبيب؟ لا شك أن الأجر كبير والثواب عظيم. سؤال ثاني، إذا الطبيب لديه دوام في المستشفى في رمضان، إذا قام الليل يذهب إلى الدوام تعبان، بماذا تنصح؟ والله شوف، العمل واجب وقيام الليل سنة، فإذا كان قيام الليل يؤثر على عمله حتى لو حضر يشوف نفسه تعبان ومرهق ومجهد، لا، ما يقوم الليل، يصلي التراويح وينام. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة الموازنات، فإذا تعارض واجب مع سنة يقدم الواجب. فإذا قال الطبيب والله أنا إذا قمت تهجت في الليل يمكن أتأخر على عملي، يمكن أروح للعمل لكن أشعر بخمول وكسل وإرهاق وتعب، ممكن يأثر على عمله، لذلك يصلي العشاء ويوتر وينام وهو في عبادة، ولله الحمد والمنة. سؤال، هل يجوز أن نقول أجر وعافية إن شاء الله؟ نعم، هذا يعني من الأشياء الطيبة، الإنسان إذا جاء للمريض يقول لا بأس، طعور إن شاء الله، أجر وعافية، جمع الله لك بين الأجر والعافية، لا بأس إن شاء الله يعني في عافية. العرب قديما كانوا يسمون المريض سليم من باب التفاؤل، فأي لفظة جميلة وتدخل السرور والبشارة على نفس المريض طيب. أعتقد شيخنا هذه الأسئلة حاليا، نشكرك شيخنا على حضورك اليوم وعلى تخصيص بعض الوقت لنا. لا بالعكس، أنا تشرفت حقيقة بالحضور معكم، وأشكركم على هذا الجهد الطيب وعلى هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم دوم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته. شيخ، سؤال أخير وصل. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. سؤالي، عملي كطبيبة يأخذني كثيرا عن واجباتي كأم وابنة، وأحس بالتقصير، ما نصيحتك؟ والله بالنسبة للطبيبة الله يعينها، لأن الحقوق عليها كثيرة ومتراكمة، العمل وحق الزوج وحق الأولاد وكذا، لكن يعني الإنسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. أهم شيء أن يتفهم الزوج يعني طبيعة عمل زوجته ويقدر هذا الشيء، وأيضا توزيع المهام، أعتقد بأن هذه لا تخفى على الطبيبة، وإعطاء مثلا يعني فرصة للجلوس مع الأولاد، هذا أيضا يغنيهم حقيقة عن يعني فقدان بعض الوقت، خاصة إذا كانت الطبيبة تستطيع أنها تجعل مثلا دوامها صباحي مثلا، يعني أعتقد بأنها ستقوم بالواجبات المناطة بها كلها. والاستعانة بالله، أوصي إخواني بعد الأطباء، يعني كان بعض العلماء يقول سبحان الله، كنت ألتزم قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول سبحان الله هذا الذكر يحمل عني مثل الجبال على ظهري. في العمل سواء طبيب أو غيره يكثر من دعاء الله ويستعين بالله، يجد سبحان الله نشاط ويجب معونة من الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الأذكار ومثل هذه الأدعية طيبة، بارك الله بالجميع. نشكرك شيخنا مرة ثانية على حضورك اليوم، ما قصرت. واجب أبدا، فرصة طيبة، الله يبارك فيكم، طول بعمرك إن شاء الله. الله يكرمكم، بارك الله فيكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى اللقاء شيخ، جزاك الله خير وما قصرت، انا سويت انت